السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم من فوائد صباحية نتكلم عن بعض المشروبات كذلك اللي هل ممكن أن تتجانس أو لا تتجانس مع بعض أنواع الأكل وهذه المشروبات. فهناك أشخاص يتناولون مثلا قهوة يعني بعد الوجبة، يعني قهوة سوداء يعني لوحدها. هناك من يشرب شاي، يعني الناس اللي يشربوا بعض المنقوعات الأخرى مثل الزعتر أو اللويزة أو أشياء هكذا، يعني ممكن يشربوها بعد هذه. هذه طبعا هي أشياء تدخل في يعني الحياة العامة للناس التي تعودوا عليها، يعني تعودوا يشربوا شاي يعني بعد الأكل، يشربوا شاي بعد الأكل. فالسوائل نحن نعلم الناس يعني من الناحية العلمية هذه الأشياء هل هي يعني صائبة، هل هي مفيدة للجسم أم لا. يعني لا نريد أن نغير يعني طبائع الناس، ولا نريد أن نغير يعني هذه عادات الناس. هذه عادات ناس غذائية طبعا، ولكن يجب أن يفهموا، فإذا كانت عندهم معلومة يكون أحسن. فيعني المعروف عندنا في المغرب أن الناس يشربوا شاي، يعني أغلب الناس يشربوا شاي بعد يعني بعد الأكل. من الأحسن أن لا يكون مباشرة، يكون أحسن أن لا يكون مباشرة، يكون على الأقل 30 دقيقة أو أكثر بعد الوجبة. إذا كان ساعة يكون أحسن، كان ساعة بعد الوجبة يكون أحسن. لماذا؟ لأن جميع السوائل ترشح أنزيمات المعدة من الناحية العلمية. ديليوشن يعني هذيك السائل يكون ماء ولا يكون شيء. مهم، جميع السوائل التي تؤخذ بعد الوجبة أو أثناء الوجبة فهي ترشح، بمعنى تمدد، يعني هي ديليوشن، يعني هي تنقص من مفعول يعني هذه الأنزيمات، يعني تركيز الأنزيمات يضعف. لما نشرب سائل تركيز يعني الأنزيم، تركيز البيبسين داخل المعدة ينقص، بمعنى أن النشاط يتعطل، ثم وقت الهضم طبعا يرتفع. إذا كان الشخص سيهضم يعني مثلا في 3 ساعات، فإذا شرب مثلا سائل ربما تكون مدة الهضم هي 4 ساعات وأكثر. فيعني هذا الشاي ممكن يشربه الناس، شاي أو قهوة أو شيء، ولكن على الأقل 30 أو 40 دقيقة بعد الوجبة. يعني وكان ساعة يكون أحسن، ساعة بعد الوجبة يعني فما فوق، ساعة فما فوق يكون يعني يكون أحسن. إلا بعد الوجبات الخفيفة اللي فيها أشياء بسيطة ما تكونش دسمة، يعني نعرفوا بأن المغاربة كياكلوا الخبز وتاي، ما فيش مشكل، يعني الشاي مع الخبز ليس مشكل، يعني لا يؤثر يعني من ناحية الهضم، يعني من ناحية العلمية لا يؤثر. أو سائل آخر، يعني يكون شاي ولا يكون سائل آخر، ولكن اللي معروف هو الشاي والمشروب المعروف، يعني الناس يشربوه بعد القطاني وبعد اللحوم وبعد الوجبات، يعني كثير. بس أما الشاي مع الأكل لما يكون داخل كمادة غذائية، يعني شاي مع خبز يعني لا يشكل أي، بالعكس هو جيد. يعني ثم بعض الأشياء التي يشربونها الناس للهضم، مثلا يشربوا زعتر بعد الوجبة، ولا ملي يحسوا بالانتفاخ ولا حاجة يشربوا زعتر. ما هي لازم يكون الكمية كبيرة، يكون مثلا كأس صغير أو نصف كأس كبير من يعني شراب الزعتر. يعني الزعتر مطبوخ في الماء انفيوجن، هذه ممكن يشربوها يعني بعد الوجبة ولا أثناء الوجبة، ما في مشكلة. لماذا؟ لأن هذا الزعتر فيه بعض الكابحات لبعض الجراثيم التي تحدث هذه التخمرات، ويكون جيد. يعني الزعتر هو جيد للأمعاء، معروف هذه الزعتر جيد للأمعاء، الحلبة جيدة للمعدة، والزعتر جيد للأمعاء. هناك أشياء يجب أن يفهمها الناس. فيعني علاش؟ لأن الحلبة فيها الجالاكتومانان، يعني فيها الجالاكتومانان وفيها الهيدروسيلوسيك، الهيدروسيلوسيك أسيد. ثم الزعتر فيه زيوت طيارة، يعني فيه الأوجين، هذه الزيوت الطيارة، يعني الكارفاكرول، أي الكارفاكرول الأوجين ولا كلها، يعني كل زيوت فيها هذه. ولكن هذه الأشياء يعني هي من أغلب يعني الأعشوب فيها تيربينات، هادو هي تيربينات يعني بتركيز قوي، بتركيز مرتفع، ويعني ربما يضر بالكبد، ولكن يعني في الكمية التي يستهلكها المغاربة ليس هناك مشكل. يعني شيء من الزعتر المغلى مع الماء يشرب ما فيش مشكل، ليس فيه سمومية ولا فيه شكل أي خطر على الجسم، بالعكس هو جيد للناس اللي يعني يشتكون من عسر الهضم بعد انتفاخات. لماذا؟ لأن هذه الانتفاخات تحدثها بعد الجراثيم الغير مرغوبة، وهذه الجراثيم طبعا هو الزعتر فيه بعض الكابحات التي تكبح هذه، تقضي على هذه الجراثيم، ثم لا يكون هناك يعني هذه انتفاخات معدتك. ثم كاين ناس اللي كيشربوا مثلا زعفران، عندنا في المغرب كاين هذا منقوع الزعفران، يعني هذا يشرب في الليل يكون احسن، يشرب في الليل يكون احسن، لان الزعفران يساعد على يعني يساعد على
على النوم، ثم أنه يتجانس مع الرجل، يجب أن يشرب، من الأحسن أن يشرب على الأقل أكثر من ساعتين بعد الوجبة زعفران. لماذا؟ لأن الكروسين صفرانال، هذه يعني مكونات الزعفران هذه القوية، هي تساعد على النوم، ويعني تقوم بارتخاء، يكون ارتخاء، وتساعد كذلك حتى على الراحة، على راحة الجسم. من الأحسن أن لا تكون المعدة مملوءة، من الأحسن أن لا تكون المعدة مملوءة، وإلا هذه الأشياء ستضيع مع الأكل، ثم لا يستفيد الشخص من هذه الأشياء. ثم إن أشياء كثيرة يستهلكونها الناس يعني مع الوجبة، يجب أن هناك أشياء نستهلك منها، التوابل مثلا، توابل وبعض الأعشاب التي يطبخ بها المغاربة، نعم نستهلكها مع الأكل، ولكن بعض الأشياء الأخرى التي نستهلكها إما للرفاهية أو لأنها تساعد بعض الوظائف، أو لأنها عندها يعني مفعول ليس علاجي ولكن يساعد الجسم على التخلص من بعض الحالات، هذه ممكن تؤخذ خارج هذه. أي شخص الآن يريد أن يستفيد من هذا الشراب يعني الذي يهيأ في المنزل من زعتر اللويزا، أو يعني هذه الزعفران، أو حتى الشاي، أو أوراق الأشجار، كل أوراق أشجار جيدة، من الريحان، غير نذكر الناس أن الريحان اللي كيمشيو للشبكة العنكبوتية كيخرجوا، كيكتبوا بالفرنسية ميرت، من الميرت كيخرجوا في الحبق، هو ليس نفس يعني الريحان معروف، الناس في الغابة الناس كيعرفوا الريحان بالكلمة العربية، معروف سميتو الريحان، والناس كيعرفوه جيد ولا يمكن أن يخطئوا، يعني فرق ما بين الريحان والحبق، يعني الناس كيمشيو للحبق، والحبق ليس مادة الاستهلاك، لكن الريحان ممكن الناس يشربوه، موجود في المغرب، موجود في دول يعني المغرب الكبير كلهم يعني فيهم هذا الريحان، هذا في الجزائر، في تونس، هذا ممكن يشرب مع الشاي او يشرب لوحده، يعني او يعني في اي وقت يشرب هذا، هو هذا الريحان، هذه كلها مشروبات ممكن، اوراق الزيتون ممكن ان تغلى كذلك شاي، شاي اوراق الزيتون. يعني نتمنى من هذا الفضاء المغاربي يكون عندهم هذا المشروب، يعني هذا الدول يكون داخل في الخصائص ديال هذه الدول، انهم يبداو يشربوا هذا اوراق الزيتون في البراد، يعني بحال الشاي، شاي اوراق الزيتون، يعني كنا تكلمنا عليه هذه 15 سنه ولا اكثر، الناس بداو كيعالجوا بها، يعني كان اوراق الزيتون نعالجها ونعطيها وبدا كيتباع، اوراق الزيتون تشرب شراب فقط جيد للجسم، عوض ما نشربوا بعض المشروبات الاخرى اللي مستورده والاشياء هذا، ربما ما يلقاوهاش الناس، ربما يتقاد لهم شاي في المنزل ويبقاو ينتظروا حتى يشريوا شاي ولا شيء، عندهم شجره الزيتون ياخذوا اوراق الزيتون يعملوهم في البراد ويشربوا شاي اوراق الزيتون ويتعودوا على، ممكن يزيدوه مع الشاي كذلك، الناس كيشربوا شاي بالنعناع ولكن ما كيشربوش شاي باوراق الزيتون، وهذا اوراق الزيتون ممكن تشرب مع جميع الوجبات، وممكن تشرب مع في جميع الاوقات، وممكن الناس ياخذوها مع من العمل، يعملوا ترموس، يعملوا هذه يعني اللي كتخلي الشرب ساخن، يعملها في المكتب، ممكن يشربها يعني عوض شاي ولا عوض قهوه ولا شي حاجه، ممكن ياخذ اوراق الزيتون لان ليس لها اعراض جانبيه، وهي جيده للجسم لان فيها حمض إيلينوليك وفيها مضادات للاكسده مثل التيروزول والهيدروكسيتيروزول، هذه شراب الزيتون هو احسن شاي، احسن شاي هو شاي اوراق الزيتون، يعني المغاربه معروفين انهم كيشربوا الزعتر وكيشربوا الزعفران وكيشربوا اشياء هكذا، ولكن ما كيشربوش اوراق الزيتون، والزيتون موجود في المغرب، اي شخص يمر من طريق فيها الزيتون ياخذ اوراق الزيتون معاه في سيارته ويديه للمنزل، يعني هكذا يكون الناس يعيشوا هكذا، يعني عندنا احنا اشياء في المغرب ممكن نستفيد منها ان شاء الله، نكتفي بهذا القدر، السلام عليكم.